بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا الفيزياء المدرسية، منهاج البريطاني IGCSE صفين التاسع والعاشر. سأتحدث في هذا الفيديو عن خصائص المغناطيس magnetic properties. بداية، طبعا أكيد مر معك عزيزي الطالب في سنوات سابقة المغناطيس وآلية عمله. هنا سنتعرض للمبادئ بشكل أعمق قليلا. المواد المغناطيسية، يجذب المغناطيس بقوة بعض المواد مثل الحديد والصلب والنيكل والكوبالت، ولا تسمى المغناطيسية الحديدية Iron Magnetics. الأقطاب المغناطيسية هي الأماكن في المغناطيس التي تنجذب إليها المواد المغناطيسية، مثل قضبان الحديد وفي قريب من نهايات قضبان المغناطيس، وتحدث في أزواج متساوية القوة. هذا هنا عندي الحرف N يرمز إلى القطب المغناطيسي. N يعني North يعني شمال، S يعني South التي تعني جنوب. إذن عند القطبان كما هو موجود في الأرض، قطب شمالي وقطب جنوبي. القطب الشمالي يصطلح على أن يكون لون الأحمر، القطب الجنوبي يصطلح أن يكون باللون الغامق أصفر أو أزرق، غالبا أزرق أو رمادي كما هو واضح في الرسمة إلى هنا. القطبان الشمالي والجنوبي، إذا كان المغناطيس معلقا بحيث يمكن أن ترجع في مستوى أفقي، فستجده ركض بقطب واحد. ركض باتجاه قطب واحد، غالبا نحن ننظر لقطب واحد ألا هو القطب الشمالي النورث بول الإن، حيث يشير دائما نحو تقريبا نحو القطب الشمالي للأرض. ثم يمكن لذلك يمكن استخدام المغناطيس كبوصلة، لهذا يستخدم المغناطيس كبوصلة في غالب الأحيان. قانون الأقطار المغناطيسية، طبعا هو قانون سهل، سأختصر القراءة هنا. الأقطاب المتشابهة تتنافر، الأقطاب المختلفة تتجاذب. North North تتنافر كما واضح لا تجتمع. North and South شمالي وجنوبي تنجذب بهذا الشكل. مهم جدا أن عندي هذه القاعدة. أيضا نؤكد على التعميم الذي ينص على أن المجال يخرج من القطب الشمالي كما هو واضح، يدخل في القطب الجنوبي في المغناطيس المفرد بهذا الشكل. بهذا الشكل أقوى ما يكون طبعا المجال المغناطيسي عندما يكون قريبا إلى المغناطيس. كلما ابتعد عن المغناطيس يصبح أضعف. هذا أيضا تماما بهذا الشكل، يصبح أضعف هنا في المنطقة في المنتصف يساوي الصفر، لا وجود. هنا في المنطقة في المنتصف يكون أقوى ما يكون. أيضا أكد على معلومة أخرى، أن لو قطعنا المغناطيس من المنتصف، نفرض أننا أخذنا هذا القطب، نودنا أن نستخدم القطب الأحمر النورث القطب الشمالي، قطعناه من المنتصف، فإنه مباشرة سوف يتحول هذا الطرف إلى قطب جنوبي S، ويبقى هذا بالقطب الشمالي N. عليه لا يمكن أن تجد المغناطيس أو قطبا مغناطيسيا بشكل مفرد، لا يمكن أن تجد قطبا مغناطيسي بشكل مفرد. مهمة جدا عندي هذه الفكرة. مغناطة الحديد والصلب، هنا الصلب أنا ترجمته، أرجو أن أكون قد وفقت في الترجمة. أقصد في الصلب هو الستيل، والحديد الأيرون. عندي قطيب مغناطيسي، عندي هنا قطب جنوبي وعندي هنا قطب شمالي. مباشرة يمكن تعليق سلاسل مسامير حديدية صغيرة، مسامير Iron nails مسامير حديدية، ومشابك الورق الصلب steel paper clips، مشابك الورق معروفة جدا من المغناطيس. كل مسمار أو مقطع مغناطيس واحد تحته بشكل متتالي. لاحظ هنا North جذب المسمار الحديدي، إذن يجذب المختلف عنه. إذن هذا القطب جنوبي في الأسفل الشمالي، جنوبي شمالي جنوبي شمالي جنوبي شمالي، هنا جذب أيضا. إذن هذا القطب شمالي، هذا الصوت، إذن هذا شمالي جنوبي شمالي جنوبي شمالي جنوبي شمالي جنوبي.
لكن نلاحظ هنا فكرة مهمة جدا، هنا لو أننا أزلنا وسحبنا المسمار العلوي من المغناطيس، سحبنا هذا المسمار من المغناطيس، فإن السلسلة تنهار، سوف تسقط كل المغانط إلى الأرض، مما يدل على أن المغناطيسية المستحثة في الحديد induced magnetics in iron مؤقتة، أي أنها يمكن أن يتحكم بها. وهذا أعطى فكرة للعلماء استخدام الحديد في المجالات المغناطيسية التي يريدون أن يجعلوها مؤقتة. أضرب مثال عليها، مثلا استخدام المغناطيس الحديدي أو ما يعرف في المغناطيس الكهربائي، في المغناطيس الكهربائي الذي يعمل فيه الكهرباء عند رفع المعادن الثقيلة. شركات السيارات ترفع سيارات كبيرة جدا، تستخدم الحديد لأنه مؤقت، مباشرة عند فصل الكهرباء يذهب الأثر فتهبط البضاعة، يعني بعد أن يرفعها يسلط المجال الكهربائي فيستطيع أن يرفعها. لكن في الستيل بيبر كليبس، لو أزلنا، لو عملنا نفس ما عملنا هنا، أزلنا الطرف العلوي، سنلاحظ بأن السلسلة بقيت متصلة. إذا نفس نفس سلسلة الصلب فإنها لا تنهار، ما يدل على أن المغناطيسية بسببها الصلب دائمة. هنا دائمة، هذا فرق مهم جدا. يقال إن المواد المغناطيسية مثل الحديد التي تمغنط بسهولة تفقد المغناطيسية بسهولة، تكون مغناطيسية بسهولة ناعمة soft iron مثل الحديد. إذا الحديد هنا تتمغنط بسهولة وتفقد المغناطيسية بسهولة تسمى soft iron. أنا ترجمتها اجتهدت، هي مغناطيسية ناعمة. إذا على النقيض من هنا، ماذا تتوقع أن تكون هنا؟ استنتاج من هذه النقطة، لابد الصلب يصعب مغناطة ويصعب تفريغ المغناطة عنه. إذا يستخدم في المغانط الدائمة صلبة، تسمى مغانط صلبة. هذا استنتاج من النقطة أعلاه، مفروض الطالب مباشرة عندما رأى هذه النقطة استطاع أن يستنتج إلى أن يصل إلى هذه النقطة. إذا علي، لو أنا سألت ماذا يستخدم المغانط الناعمة غالبا مثل الحديد، تستخدم في الصناعات غالبا حيث يسهل علينا التحكم في المجالات المغناطيسية. لماذا تستخدم المغانط الصلبة؟ تستخدم غالبا في الأدوات التي تتطلب أن يكون فيها المغناطيس دائما، مثل المغناطيس الطبيعي الذي الموجود في المنازل. إذا استخدم صناعة المغانط المؤقتة الناعمة، يستخدم الصلب في صناعة المغانط الدائمة. هذه فكرة مهمة جدا عندي. هنا الطرق والتسخين hammering and increasing temperature يؤديان إلى إزالة المغناطيسية. من أساليب تفريغ الشحنة المغناطيسية الطرق، عندما لو أنا جبت مطرقة وهويت بها يعني المغناطيس فإنها سوف تخسر المغنطة. أيضا رفع درجة حرارة المغناطيس يؤديان إلى خسارة المجال المغناطيسي. التمسيد striking عدة مرات في نفس الاتجاه مع قطب واحد من المغناطيس يؤدي أيضا إلى المغنطة. لو أنا أردت من أجل مثل القطب الجنوبي وأخذ باتجاه واحد فقط، يعني أتأكد أن أمشي فقط هنا لا أرجع فيها، أرفعها إلى الأعلى أهبط أرجع بهذا الشكل يسمى التمسيد ستروكينج، هذا يؤدي إلى المغنطة. هذه من أساليب المغنطة المعروفة عندنا. إذا المجالات المغناطيسية، كيف تحدد المجالات المغناطيسية في هذا الشكل؟ نستخدم هذا الجهاز يسمى المساحة المحيطة بالمغناطيس، حيث تنتج قوة مغناطيسية بالمجال المغناطيسي magnetic field. إذا المساحة التي تحيط بلون أحمر تسمى بالمجال المغناطيسي. يمكن الكشف عن القوة المحيطة بمعمود مغناطيسي مختلف في الاتجاه، وذلك باستخدام الجهاز في الشكل. يعني استخدم عمود مغناطيسي اتجاهه غير هذا الاتجاه، هذا عندي أنا بار ماجنت، استخدم أيضا مغناطيس آخر. لاحظ هنا ما الذي سوف يحدث في هذه الحالة. إذا أطلق المغناطيس من قرب من القطب N، المغناطيس هنا تنافر مع القطب N، هذا العائم N وهذا هو عند القطب عندي أيضا N. لاحظ هنا يخرج من N، نحن نتفق بأنه يخرج من N، يخرج دائما من القطب الشمالي.
ستنافر مع القطب N الموجود هنا. طبعا هنا الرسمة موضوع هذا فقط حتى أوضحها، هي قطبين جنوبي وشمالي، موضوع هنا قطعة الفلين الكورك حتى تسمح له بالالتفاف بالبرم، هي فقط تفصل الجزء الذي في الماء عن الجزء الأعلى فيبرم، فيستطيع أن يتحرك بحرية عبر الوعاء المائي. حسنا، هذا شمالي وهذا شمالي، عندما يخبط الخط بهذا الاتجاه فإنه سيتنافر مع القطب الشمالي هنا، هذا يعطيني أثر قوة، فيعمل عندي بهذا الشكل، يسير هذا العمود الكهربائي، العمود المغناط الصغير يسير بهذا الاتجاه. عندما يهبط إلى هنا، هنا يكون عندي القطب ساوث الجنوبي، فإنه سوف ينجذب إليه، ينجذب إليه، يعود إلى هنا يتنافر، يبتعد عنه، وتتكرر بهذا الشكل، يتنافر مع القطب N، ويتحرك على طول المسار المنحني المعروف باسم خط القوة أو خط الحق، إذا هذا يسمى خطوط القوة، باللون الأحمر هذا يسمى خط القوة. يتحرك في اتجاه المعاكس إذا كان القطب الجنوبي هو الأعلى. لو أنا كان عندي هنا النورث وهنا الساوث، إذا سوف ينجذب إليه، إذا يغير، لا يعود بهذا الاتجاه، ينجذب إليه بهذا الاتجاه، ومن ثم يسير بهذا الأسلوب. أرجو أن تكون واضحة لكم الفكرة أحبتي، الفكرة واضحة بسيطة، ليست بها الفكرة الصعبة. من المفيد مراعاة أن المجال القصير له اتجاه يمثل الحقل بخطوط القوة. يخطط المجال اتجاه الحقل الأول في أي وقت هو اتجاه القوة على عمود N لإظهار الاتجاه، إذا العمود الذي يخرج من N دائما هو اتجاه القوة المغناطيسية. وضع السهم على خطوط القوة نقطة بعيدا عن عمود N باتجاه عمود S، بحيث يكون مجال المغناطيسي أقوى في المناطق التي تكون فيها خطوط مجال قريبة من بعضها، ليس البعض نكرة ولا يجوز أن تجد عليها أقل التعريف، عن بعضها البعض، عن بعضها البعض، خطأ القريب خطوط المجال القريبة من بعضها فقط، هذا خطأ لا يعتذر عنه. القوة بين مغناطيسين هي نتيجة لتفاعل مجالات المغناطيسية مع بعضها. رسم خطوط القوة، بداية طريقة رسم البوصلة التخطيطية في مغناطيس صغير محوري في علبة زجاجية، غالبا هو المغناطيس الصغير محطوط داخل علبة أو موضوع داخل علبة زجاجية بجدران معدنية غير مغناطيسية تسمى البوصلة النيدل، أهو بهذا الشكل البوصلة، نستخدمه على شكل بوصلة. عندي S و N show field line، لاحظ يخرج من تضعها أنت هنا، يعني تخرج من ال N، تضعها هنا، تخرج تضع نقطة بالقلم الرصاص، لو وضعته تستخدم ورقة بيضاء، تضع North و South بهذا الشكل، تضع البوصلة بالقرب منه بهذا الشكل، إذا ترسم النقطة الأولى بهذا الاتجاه، ترسم النقطة الأخرى تضع بالقلم الرصاص على هذا الاتجاه، على هذا الاتجاه، تضعها هنا، أيضا تضع نقطة أخرى، تضع نقطة أخرى حتى يصل إلى هنا. وتستمر بهذا الشكل عبر الخطوط توصلها إلى بعضها، يعطيك هذا النسق. هذا أسلوب رسم خطوط المجال الأولية المشهورة جدا، ها هو بهذا الشكل، لاحظ باللون الأحمر هو الشمالي، باللون الأخضر هو الجنوبي، لاحظ ها هو بهذا الشكل دائما، إن هي دائما تخرج من النورث وتذهب إلى الساوث، لو وضعناها نحن بهذا الشكل، لاحظ يبدو نحو من النورث، هذا هو سنؤشر إليها بهذا الشكل، وتضح أيضا بهذه الصورة، أيضا يعطيك نفس الأسلوب. طريقة برادة الحديد، ترش برادة الحديد هنا عبر ورقة معدنية، وثم تضع المغناطيس، يعطيك هذا النسق، ورش براتها بشكل رقيق، وأنا هنسوي على ورقة وعاء، طب وعاء الفلفل المقصود فيه وعاء البهارات، لو وضعت الحديد عبرها حتى يكون أبسط، فيعطيك هذا النسق، لكن عيبها أنها ليست مثل هذه الطريقة نستخدم فيها البوصلة، لأنها لا تحدد إلي أي، تحدد الأقطاب بشكل عام، ولا تحدد أيهما في أي اتجاه. إذا أحبتي كان هذا الفيديو عن خصائص المغناطيس، أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم،
لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.